طيب شيخ، أبدأ هذه الحلقة بسؤال بعثه الأخ الكريم صقل العروبة. يقول فضيلة الشيخ، احتمال غدا هناك صلاة خسوف قرابة الساعة 8:45، ويصادف هذا في بعض الأماكن وقت صلاة العشاء الآخر، حبذا تعطينا فضيلة الشيخ عن هذه الآية العظيمة وهي خسوف القمر وكسوف الشمس ودلالاتهما، خاصة بعد معرفة الناس بالأمور المؤدية لهذا الخسوف أو الكسوف والمظاهر الكونية التي تسببه. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد، فإن الشمس والقمر آيتان من آيات الله عز وجل، وقد جعل الله تعالى الكسوف والخسوف، الكسوف للشمس والخسوف للقمر، من آيات الله تعالى التي يخوف الله بهما عباده، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، ولكنهما آيتان يخوف الله تعالى بهما عباده. وخسوف القمر يكون عندما تحول الأرض بين القمر والشمس، لأن القمر ليس جسما مضيئا بذاته، وإنما يكتسب نوره من الشمس، بخلاف النجوم أو بخلاف ومنها الشمس، الشمس تعتبر نجم، بخلاف النجوم فإنها يعني نجوم مضيئة بذاتها. فعندما تحول الأرض بين الشمس والقمر يحصل خسوف القمر، وعندما يحول القمر بين الأرض والشمس يحصل كسوف الشمس. هذا هو السبب الحسي المعلوم، وهو يسير حسب سنن الله عز وجل، ليس مصادفة وإنما حسب السنن، ليس في هذا الكون شيء يقع مصادفة. سبحان الله، انظر إلى الإتقان العجيب لهذا الكون من الرب عز وجل، وكل شيء قدرناه تقديرا، حتى الكسوف والخسوف يسيران وفق سنن الله عز وجل. ولذلك من عرف سنن الله تعالى في الخسوف والكسوف استطاع أن يعرف أوقات الخسوف والكسوف، بل يستطيع أن يعرفها لمئات السنين القادمة ومئات السنين الماضية. وكان الناس من قديم الزمان يعرفون ذلك، حتى الفراعنة، الفراعنة كانوا يعرفون وقت الكسوف والخسوف، لأن الكسوف والخسوف لهما سنة من سنة الله عز وجل، يتكرران كل 18 سنة وكذا شهر وكذا يوم وكذا ساعة وكذا دقيقة وكذا ثانية، يحسبونها كذلك هكذا، فهي يعني تسير وفق سنة الله عز وجل. ولذلك فمعرفة وقت الكسوف والخسوف لا يعتبر من علم الغيب، ومن قال انه من علم الغيب فهذا جاهل جهلا مركبا. معرفة الكسوف والخسوف انما هو تعرف على سنن الله عز وجل في هذا الكون. خسوف القمر وكسوف الشمس آيتهما يعني سببهما الحسي معلوم، وهو الذي أشرت إليه، لكن سببهما الشرعي هو الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: آيتان يخوف الله بهما عباده. فالسبب الشرعي هو تخويف العباد، وكما يقول الإمام ابن تيمية رحمه الله: إن تخويف العباد لا يكون إلا بما يخافون منه. ولذلك في الغالب يقترن بالكسوف أو الخسوف عذاب يقع في الأرض، الله تعالى أعلم أين يكون، لا بد أن يحصل التخويف للعباد عند حصول الكسوف أو الخسوف. سبحان الله، لأن يعقب ذلك أو قبله أو نعم بعده، نعم، يكون مقارنا له أو قبله أو بعده بحسب ما تقتضي حكمة الله عز وجل، لأنه لا يتحقق التخويف إلا بهذا. ولهذا ينبغي أن يضرع الناس عند حصول الكسوف والخسوف إلى الله عز وجل بالصلاة وبالدعاء وبالصدقة وبالذكر ونحو ذلك. ليس بذاتهما التخويف فضيلة الشيخ، نفس الحدث الكوني هذا أو هو مرتبط هو لا بما يقارنهما مما يخاف البشر منه. الخسوف الذي يتوقع أن يكون غدا بإذن الله عز وجل هو خسوف للقمر، وأيضا هو مشاهد في المملكة وكذلك في الدول العربية كلها، ومشاهد فيها، وهو يقع بحسب توقيت مكة المكرمة كما تفضلتم في حدود 8:23 يبدأ. البلدان التي يكون دخول وقت صلاة العشاء فيها قبل هذا الوقت، الأولى تقديم صلاة الفريضة على صلاة الخسوف، لأن صلاة الخسوف تكون طويلة، فيكون هذا يعني من باب الاحتياط للفريضة
وأيضا يرتاد المساجد أناس ربما لا يتيسر لهم أن يصلوا صلاة الخسوف، من مثل العمال والمرتبطون بأعمال وبعض المرضى ولذلك فيراعي الإمام أحمد أحوال هؤلاء، يبدأ بصلاة الفريضة ثم بعد ذلك تصلى صلاة الخسوف، لكن لا يبدأ بصلاة الخسوف إلا إذا رؤي القمر خاسفا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا رأيتموه فصلوا، وعلى ذلك فلو قدر أنه أتى سحاب ولم يرى القمر خاسفا لم تشرع صلاة الخسوف. ليس لأن هناك خطأ في الحسابات، لا، بل لأن الشارع إنما ربط الصلاة بالرؤية، فإذا رأيتموه فصلوا، معنى مفهوم ذلك إذا لم تروا فلا تصلوا، ولذلك لا بد من رؤيته، فلا يتعجل أئمة المساجد بالصلاة حتى يرى القمر خاسفا. وينبغي أن يهرع الناس إلى المساجد، الجميع الصغار والكبار والرجال والنساء إلى المساجد، وأن يصلوا صلاة الخسوف، وينبغي أن يعقب ذلك تذكير من الإمام للناس بنحو ما ذكر به النبي صلى الله عليه وسلم الناس، أنهما من آيات الله يخوف الله بما عباده، ويذكر خطبة النبي عليه الصلاة والسلام، ويذكر بعض الأمور المناسبة لهذا المقام. وعند بعض الفقهاء كالشافعية يرون أنها خطبة وأنه يخطب لها كخطبة الجمعة، لكن الصواب هو قول جمهور الفقهاء أن ذلك مستحب وليس واجبا، فهو متأكد في حق الإمام بعد صلاة الخسوف أن يذكر الناس، يلقي كلمة توجيهية تناسب المقام. النساء كالرجال في هذا ينبغي أن يصلين صلاة الخسوف خلف الرجال في المساجد، لكن إذا لم يتيسر للمرأة ذلك فإنها تصلي صلاة الخسوف في بيتها. نعم، شكر الله لكم فضيلة الشيخ. سأذنكم معي مجموعة من المتصلين. الأخ معاذ تفضل.